بسم الله نبدأ كلامنا. أهلا وسهلا بكم معنا في الدرس السادس من سلسلة تعلم رسم حتى على الدرس الفاء والقاف والكاف لو سمح الوقت إن شاء الله. ناخد الورقة بتاعتنا ونجهز الكلام بتاعنا والمسطرة بتاعتنا والأستيكة والبراية. أول حاجة بنعملها طبعا الخط المعتاد بتاعنا اللي احنا بنعمله كل مرة اللي احنا بنجيب منه الحروف. نعمل الخط الأفق المستقيم علشان تتعلم الخط العربي رسم الحروف لازم تعمل الخط ده. حرف الف زي حرف الب تمام، كأني برسم حرف الب بالظبط. أول حاجة أقفل المنطقة دي كأني هرسم حرف الب بالظبط، وهوريكم هفرجكم دلوقتي. وأقفل الزاوية دي النهاية اللي هي بتاعت حرف الب اللي بنعملها كل مرة حرف الباء تمام، ووصل للبي وكأني بنهي حرف الب تمام، وأطلع كده كأني هكتب حرف الب بس لحد هنا واختلف النظام خلاص كده مش هكتب حرف الب. أعمل بقى إيه؟ دايرة نص دايرة ووصل للبي بالشكل ده، وأقفل بدايرة صغيرة من الوسط وأحط النقطة بتاعتي النقطة الدخيلة عشان نقطة حرف واحد، واحنا قلنا نقطة الحرف واحد دايما بتبقى دخيلة تمام. كانوا بيقولوا لنا ان حرف الف شبه حرف القاف، حرف الف مالوش علاقة بحرف القاف غير دي بس تمام. حرف القاف هو شبه حرف النون، لو عملت حرف النون هجيب منه حرف القاف ازاي؟ مثلا كده بالشكل ده. احنا لسه حرف النون ما اخدناهوش بس بوريكم ازاي نجيب منه حرف القاف. وكأني هرسم حرف النون بالشكل ده وقلت لكم حرف السين برضه بيجي من حرف النون وحرف الصاد وحرف اللام، وكأني رسمت حرف النون اهو. واجي في المنطقة دي واعمل الدايرة واعمل اللي هي المنطقة الحتة دي بس تبقى صغيرة شوية ونحط النقطة دي. نرسم حرف القاف بقى لوحده، نعمل الخطين بتوعنا قلت لكم نعمل حرف النون نوصل دي بديك اني بعمل حرف راه منفرد يعني حرف راه بطريقة واحدة واطلع بالسنة بتاعت نهاية حرف الف ونهاية حرف القاف الب بس تلك طويلة شوية بالشكل دي، واقفل بقى بحرف النون واعمل نص الدائرة ووصل دبدي بالشكل ده واعمل اللي هي اللي قلت لكم عليها بتاعت حرف الفاء الصغيرة دي، ونعمل النقطة دي 77 و80 ويطلع عند حرف الكاف بقى النقطتين بتعملوا 77 و80 حرف القاف عفوا. اعمل حرف الكاف كيف ارسم حرف الكاف؟ ارسم حرف الكاف كأني هقفل الطريق من هنا واطلع بالزاويه بتاعت حرف الب وحرف القاف وحرف الت هقفل بيها. اعمل بقى العصايه بتاعت حرف الالف كأني بكتب حرف الالف مزدوجه يعني اثنين تمام، وانزل كده واطلع كده واجي من هنا كده واطلع بيها اوصل للدين بالشكل. كانوا بيقولوا لنا ان اللي جوه الكاف همزه، لا مش همزه خالص، حرف الكاف مش جواه همزه نهائي، حرف الكاف اللي جوه حرف الكاف كاف صغيره تمام. كيف نعملها؟ نعمل اثنين ونعمل سته، لا علامه اسمها دي اتحاد تقاطع مش مهم دي في الرياضيات نعملها بزاويه كده كانها اكبر من تمام، ونعمل واحده ثانيه هنا زيها ونطلع بدي سنة فوق ونطلع بدي سنة فوق اوصل لي بدي بس باتجاه اعوج بالشكل ده تمام،
واطول بشويه وانزل بها كده واعمل لها شكل تاني من تحت بالشكل ده واوصل ليا من مش بشكل اعوض كده بالشكل ده. وبكده يكون خلصت معنا الحلقة بتاعة تعليم رسم حرف الفاء والقاف والكاف، وإن شاء الله بإذن الله هنلون حرف. طيب نلون حرف مين؟ حرف القاف. حرف الفاء اللي هو بيكون ماشي مستقيم على الخط نلونهم بالخط اللي نمشي بهم بالمسطرة خط مستقيم، ونفس الحكاية حرف الكاف وبعد كده نعمل اللون. تمام. بس مش هنلونهم عشان نلونهم. تمام كده احنا خلصنا ايه رسم حرف الفاء والقاف والكاف اللي كنت بقول عليها دي اللي هي بعملها كده كنت بقول عليها تقاطع او تنتمي، لا هي اسمها جزئيه ماشي في الرياضيات. خلاص بقى عدت يعني كده طحن على بالي. ده كان معنا الفيديو ده لتعليم رسم حرف الفاء والقاف والكاف. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، وبكره ان شاء الله نكمل اللام والميم والنون. السلام. مع السلامه. خلاص أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.